عندي فاتورة الشيخ هذا. لا لا فهمني وشو هذه؟ هذه وشنو؟ هذه كي في عمري يا مو اسمعني هذه وشنو؟ هذه فارينا كومبلي. هذه فارينا كومبلي فارينا كومبلي ما نخدمش بها شيء. شوف وش فيها هذه. هاي لك هاي لها هاي. ها؟ وهذه وش يديرها؟ هذه نرميها شيء. ترميها؟ ما نخدمش نخدم بها. هذه والله غير جبتها باش نخدم لي انا. هذه القاعة هذه القاعة واش راك تستعمل فيها؟ هذه القاعة هذه نستعمل فيها السلعة. ها؟ نستعمل فيها السلعة ما تخليش فيها هذا. شوف شوف. ها؟ ما نجيش نخدم بها شيء. ترميها ما تخليهاش هنا. شي دروك ماشي لا 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 راك مسؤول عليها خدامة ما تقوليش الخدامة مسؤولية تقع عليك انت اولا شوف شنو هذه؟ مارغارين مارغارين شوف مارغارين شحال عندها من الماء منتهية الصلاحة صلاحية من 4/11/2022 شوف شحال عندها ومارغارين لا لا الزبدة رانا لوكان ايه ايه شحال عندها شحال عندها من الماء؟ سمعنا مخليها في المخزن صافي تستعملها ما تقوليش نرميها هذه جديده شوف جديده صافي تستعملها هذه نقول لك حاجه هذه مولوزين قال لي دير لي تيست واش ندير لك تيست للمواطن انت لابوراتوار انت دير تيست انت لابوراتوار تيست واش تيستيلو تيستيلو بيريميم صافي غير لا هذه مقبل منو المواطن تيستيلها بحاجه منتهيه الصلاحيه هذه مقبل ها عطاها لي وقال لك هاك جرب تجرب في المواطن وبعد تعاود تقول له صلحه ولا مش صلحه فين من جرب تقول انت شتيهاش انت من الاول ما تشتيهاش انت ما تخدمش بحاجه منتهيه صلاحيه ممنوع على بالي ما تخدمش على بالك ما تقدر تستيها مسيو ممنوع حتى تخليها انا ممنوع حتى تخليها انا وتقول لي جربها هذه ثاني خرجها معاها هنا راك مخالف للقانون عندك شحال مخالفه غير في شروط النظافه برك ماكش محترم شروط النظافه سمعتني وهذا المخزن صافي ما كان ممكن انت وادي طلع عليك انا تخرج منه وتخدم مليه تمام هذه منتهى هذه منتهيه الصلاحيه مانيش نخدمها ديجا ما تخليهاش انا شوف لي انا اسمح لي مشيت تفتح لي مشيت تفتح لي لا لا شوف لي هنا التاريخ تاع تاريخ انتهاء انتهاء الصلاحيه ولا مخليها انا هي عامره ماشي خاوله نفتحوها حنا حنا تعتبر بلي تخدم بها ما تقولش باش نخدم بها صح معليش اشوف نديرو افتحها افتحها اي معليش لا لا افتح ما عندكش الدرايف صافي راهي عامره جات منتهيه الصلاحيه جديده ما فتحتهاش انا اي بصح راهي عندك دونك حنا راهي هنا في الوقت راهي عندك دونك تقدر تستعملها راك تستعملها هذا ايه هذه ريمي دو فاسون راك وراك مستوكي كل حاجه هنايا هذيك مستوكيها انا صافي راح تستعملها شوف فهمني برك والله ما استعمل انا فاهم علاش علاش ما طلعتش انا شي بزاف هذه اليوم يبقى عندها عامين عامين انت مخبيها هنايا عامين شوف يا هادو مزهر 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 مسيو زيد شوف اكتب اكتب صحه وعندي معظم اللي راني نخدم هادو لقيت هادو يتلاف حاجه شوف فيها ديرك وهذا واش هو هذا سميت قلب اللوز قلب اللوز تخدموا هكا قلب اللوز لا لا هذا كيف ضل وكيف ضل خليه هنا مو مغطي مرمي شوف الله يقول لك واش مغطي بيناتنا اي من الصحراء داخل جنب الفروع هنا 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 راه محترم شروط النظافه علاش ماكش مغطي شوف نخليها هكا مرمي شحال يقعد نسعى انا ومن بعد تعاود طلعو تخدم به ما نخدموش حاجة تخدم به لاباط لا لا هذا عندي نخدم سنيوة تخدم سنيوة واش مغطي شوف ما واش ما بنقي هذا واش دير بهم لي بوكو هذو هذو كيكون تنشري اسمو بهم نخليهم هنا كاش ما نخدم بهم تخدم بهم نسيرهم بالسكين كامل ما نقدرش نخدم بهم ايه نقصرهم وهذه وشنو هذه؟ ها؟ هذه وشنو هذه؟ هذا برودوي تاع المادلان تاع المادلان يا هل ترى برودوي تاع المادلان مغطي كوفر كيما هذا كي راه يحطو فوقهم الاخر لا لا شوف لي شوف شي معليش شوف لي عندنا شروط ماكش محترم اوساخ في كل بلاصه صبنا مواد منتهيه الصلاحيه اوساخ لا كاين مواد ماكش مغطيهم مرميين هكا ومن بعد عاود تخدم بهم
والله 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 ما نخدم حتى بكري. وراه هنا حماية المستهلك. شوف عندنا هادو كافي ريمي هادو. هادو منتج الاستهلاك المباشر هذه هذه راح. والأداء من ذلك راك تقول. صحة المواطن. والله ما نخدم. Thank you.